السلام عليكم مشاهدي قناة لمح الكرام. ربما كنا في الفترة المؤخرة نعرض لكم الفيديوهات المرحة والممتعة، لكن هذه المرة نريد إمتاع عقلك، وسوف نعرض لك ألغازا قد تبدو صعبة للوهلة الأولى لكن حلولها بسيطة، وستعلمك كيفية اتخاذ القرار الصحيح في المواقف الصعبة، وربما في يوم ما تكون مفيدة لك في مواقف طارئة. وهنا خمسة ألغاز يجب عليك أن تتخذ الاختيار الصحيح لإنقاذ حياتك. قبل مشاهدة الفيديو اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. في المرتبة الأولى، الكهف. تخيل أنك مصور كبير وكنت تلتقط صورا من الداخل لأحد المجلات الشهيرة، وعلى حين غرة ضللت طريقك، وبما أنك في هذا المكان لأول مرة فبالتأكيد لا تعرف كيفية التنقل داخل الكهف. وبعد أن قمت بعملك تريد الخروج من الكهف، لكن النفق الذي دخلت منه سد بالصخور، وتنظر حولك فتشاهد خمس أنفاق، وكل واحد منهم يوصلك للخارج، لكن هناك خطر في كل واحد منهم أيضا. أول نفق مسكون بخفافيش مصاصة للدماء، إذا عضوك سوف تصاب بمرض مميت، وبمجرد أن تدخل النفق الثاني فهناك انهيار أرضي في انتظارك، والذي سيملأ النفق بالصخور. وفي النفق الثالث الممر ممتلئ بالحمم الساخنة التي ستذيب ملابسك وجسدك في دقائق. والنفق الرابع مليء بغاز سام يقتل أي حيوان يجرؤ على الدخول إلى هناك. أما الخامس يوجد به نباتات متحولة مصابة بأشعة ذرية ستقتلك فورا بجرعة قاتلة من الأشعة. السؤال، أي واحد من هذه الأنفاق ستختار لتخرج حيا؟ حسنا، كل الخيارات ما عدا الرابع سوف تقودك إلى نهاية قاتلة. لعلك تسأل لماذا؟ فالنفق الرابع به غاز قاتل، ولكن هذا الغاز يقتل الحيوانات فقط، ونحن متأكدين أنك لست منهم. في المرتبة الثانية، الإعدام. أنت الآن سائح تائه، وأمسكت بك قبيلة بدائية وهم لا يحبون الدخلاء، لكنهم أبدوا بعض الرفق بك وأعطوك الحق في الاختيار والكلمة الأخيرة، فإذا كذبت في كلمتك الأخيرة سوف يطلقون النار عليك، وإذا قلت الحقيقة سوف يحرقونك بالنار. يبدو أن الوضع مستحيل، لكن فكر قليلا، ومن المؤكد أنك سوف تنجو من المتوحشين بجملة واحدة. انتبه هنا، السؤال، ماذا يجب أن تقول لتجعلهم يطلقوا سراحك؟ كل شيء في الواقع بسيط جدا، يمكنك أن تزيل كل الأخطاء بجملة واحدة إذا قلت لهم أنك تريدهم أن يطلقوا النار عليك. وهنا سيقع المحليون في حيرة، لأنهم قالوا إنك إذا قلت الحقيقة فهم يجب أن يحرقوك، والآن أنت تقول الحقيقة وتريد إطلاق النار عليك. ماذا سيفعلون في وضع معقد كهذا؟ ومع رجال البدائيين ليس لديهم العقلية لذلك، سيبدو لهم أن يطلقوا سراحك أسهل من الجلوس والتفكير في حل. في المرتبة الثالثة، المصعد. هذه المرة المشاكل أوقعت بك في أعلى طابق من مبنى على وشك الإزالة، ولا توجد أي مساعدة قادمة لك، لذا فأنت وحيد مع مصيبتك، بالإضافة إلى عدم وجود سلالم ولا حتى نوافذ. يوجد فقط ثلاث مصاعد للاختيار منهم، وهناك طريق واحد للخلاص، ومع ذلك احترس. في أول مصعد يوجد به عنكبوت ضخم سام قادر على حقنك بسم قاتل، وفتحة المصعد الثاني ممتلئة عن آخرها بماء مغلي، والتي ستسربك إلى المقصورة وسوف تحرقك في دقيقة. وفي المصعد الثالث هناك ناموس ينتظرك وهو يحمل أمراض خطيرة، من الصعب إيجاد مصل مضاد لها. ماذا ستختار هذه المرة؟ نحن نعتقد أنك اخترت الاختيار الصحيح، مقصورة مليئة بالبعوض. أولا، إذا كان حظك سيء وعضك البعوض، وإن كانت الفرصة في إيجاد المصل قليلة ولكن ليست مستحيلة. وثانيا، يمكنك بسهولة خلع حذائك وسحق مصاصي دماء هؤلاء على جدران المصعد. في المرتبة الرابعة، الزنزانة.
الآن أنت محبوس في غرفة مظلمة داخل قفص حديدي، وفجأة أتاك صوت من حيث لا تدري وقال أنه يريد أن يلعب لعبة معك. وانفتح باب القفص وبدأ عد تنازلي مؤقت، وظهر أمامك الآن ثلاثة أبواب. خلف الباب الأول يوجد قاتل محترف، والذي في عام 1990 قتل 300 شخص. وخلف الباب الثاني يوجد نظام مستشعر للحركة، والذي سيقوم بإطلاق نيتروجين سائل يجمدك خلال ثوان عند التقاطه لأي حركة منك. وخلف الباب الثالث أمطار حمضية بانتظارك، وستذيب جسدك في دقائق معدودة. والآن أي من هذه الأبواب ستختار لتنجو؟ ويجب أن تختار لتنجو، ومعك ثوان قليلة لتختار. الآن هل اخترت القرار الصحيح؟ حسناً، الحل للنجاة هو الباب الأول. إذا كنت استمعت جيداً فأنت بالتأكيد أدركت أن القاتل الذي خلف الباب مجرد هيكل عظمي منذ زمن بعيد، ولا يستطيع أن يؤذيك. في المرتبة الخامسة، عقاقير. حسناً، لقد تركنا أصعب لغز إلى النهاية، وبالطبع نحن لا نتمنى لك أن تكون في هذا الوضع، ولكن تخيل أنك أعمى ومريض، والظروف أجبرتك على التواجد في شقة بدون أي وسائل اتصال. وللحفاظ على صحتك يجب أن تتناول قرصي دواء كل يوم، أزرق وأحمر، ويوجد لديك اثنين من كل نوع. وإذا تناولت أكثر من قرصين من كل نوع سوف تموت، وإن تناولت اثنين من نفس النوع فسوف تلاقي نفس المصير. وبما أن الأقراص كانت لعلبتين مختلفتين لكنك أعمى، خطوة خاطئة يمكن أن تخلط الأقراص ببعض، بالإضافة إلى أن الأقراص كلها بنفس الشكل والملمس ولا يمكنك تمييزها باللمس. والآن حان الوقت لاتخاذ قرار حياتك تعتمد عليه. نحن نتفق أن هذا اللغز هو الأصعب، ولكنه يحتوي على الحل المنطقي بداخله. في حالة إذا لم تخطئ في تحركاتك، ما عليك فعله هو أن تكسر الأربع أقراص إلى النصف. ضع الأجزاء جانبا بحيث لا يختلطون، وفي النهاية في كل يد سوف يكون معك أربع أنصاف، وفي اليد الأخرى أيضا. والآن يمكنك تناول أي أنصاف من أي يد، لأنه في النهاية كل يد سيكون بها قرص كامل أحمر وقرص كامل أزرق. حسنا مشاهدين الكرام، إذا كنتم استطعتم حل الألغاز فاكتبوها في تعليق، وإذا أعجبكم الفيديو فهذا يسعدنا، ونتمنى لو نحصل على أعجابكم واشتراككم في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.